مساء الخير. نائب وزير الخارجية للنظام السوري فيصل مقداد يقول إن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا غير مطروح للنقاش. مقاتلات تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمر زورقين للميليشيات الحوثية، هددا ناقلة نفط في البحر الأحمر. لجنة عقوبات في الأمم المتحدة تطلب من شركات النفط الدولية تحديد الإجراءات لمنع وصول شحنات النفط غير الشرعية لكوريا الشمالية. رئيس أساقفة أستراليا فيليب ويلسون يعلن أنه سيتنحى عن مهامه بعد يوم من توصل المحكمة إلى إدانته بتهمة التستر على قيام قس باستغلال طفل جنسياً. مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يعتذر لأعضاء البرلمان الأوروبي عن تسريب كبير للبيانات في أحدث محاولة لاحتواء فضيحة هزت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم.